السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم في هذه القناة لتعلم العود والغناء العربي. معاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق بغداد. شرف لي الكبير اخواني، وشرف لي الكبير انه تنتمون الى قناتي وانه تحاولون انه تشاركون هذه القناة الجميلة الرائعة لتعلم الموسيقى والغناء وتعلم آلة العود الجميلة اللي هي اصلها اكدي سامي من العراق، آلة تاريخية منذ الحضارات. هذا طبعا حقيقة شرف لي. اعيد بالدورات الموسيقية، عندنا ثلاث انواع دورات موسيقية قبل ما ابدي في القاعدة الثانية، القاعدة الثانية لتعلم آلة العود. الأول دورة اللي هي أونلاين مباشرة ويا فيديو، راح تكون عن طريق التطبيقات. ثاني الدورة حضوري في مول بابلون، طبعا اثنين ثمان محاضرات ثمان محاضرات. الدورة الثالثة هو أني في بغداد أذهب إلى بيت الطالب إذا كان قريب، وسي ست محاضرات الذهاب إلى بيت الطالب لأن تكون ساعتين فرق عن بقية الدورات. موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو اللي حيب يتصل ويشترك. اليوم احنا عندنا القاعدة الثانية اللي هي مهمة جدا. بعد ما اختارينا انه العود كيف تختاره، صار عندك العود في البيت، راح تتقدم وتروح وتذهب الى العود وطريقة المسك آلة العود اللي هي تعتبر عندك البداية في الحقيقة، البداية في تعلم العود. لاحظ اول قضية هي انه تجيب العود رأسه مباشرة وتمسك بهذه القضية اللي هي راح تكون، تفضل تكون هنا على الساق اليمين، ويكون عندك ستاند اسفل الرجل، وراح تكون عندك هذه هي المسكة الاولى. تلاحظ خليه حتى تكون متفرط معه، شوف راح يكون عندك، خليته على الساق اليمين لان هي مرفوعة بستاند، وساقك اليسار أسفل صارت. أول قضية راح تبدي عندك، راح تخلي الطريق. القضية الثالثة راح تكون مثل ما تمسك سكينة قطع تفاحة، فتصل عندك هذه، شوف هنا توصل هنا منتصف اليد، وراح تكون هنا أمام الرقمة أو الرقمة، هذه يسموها الرقمة، وهذه يسموها البيض يسموها الطرر، وهذه يسمونها الوجه، واضح؟ فيكون عندك هذا أول شيء. مسكت الريشة، لازم تمسكها بصورة صحيحة، باوع اليد هي وإيدك مثل ما ماسك برتقالة، شوف تلاحظ، شوف راح تجي تنسند هنا في طرف اليد، وعلى شرط انه يكون اصبعك، ما يكون اصبعك ولا يكون يدك، هذا كله اخطاء بآلة العود من تتعلمها، لازم تكون باوع ديك منزلها ومتن تيجي، او لا يتم يعني اليد ان تكون مستندة على ساقك او رجليك او على ميز او على شيء، لا هي بطلاقته. باوع دائما خلي ايدك هاي، باوع شوف الايد، شوف حركات الايد، لاحظ فسر عندك مثلا احنا علينا بالمسكة هذه، باوع دائما توصل لي من رقمه تقول شوف، واليد العود هو مستلمه، اليد هذه هي ماسكه بي. اكو كثير من الناس يشوفوا انه ماسك بهذه الايد، وهذا خطا، لا هذه الايد شوف، فسر لا تاخذه ما تقدر تاخذه، انا ماسك بي. فين الايد تصير عندك هذه بالطرف او هكذا، شوف تصير هكذا،
بس ما تصير هكذا، لا دائما يديك. هذه هي القضية الثانية في المسكة اللي شوفاني شلون خل ايديه على الستاند. الستاند اما يكون حديد، الستاند يمكن يكون خشب مثل احنا نسميها في العراق التخته او تخت او خشب وبمساند اثنين وتخلي ساقك عليها، وبالتالي اول شيء تكون عندك المسكه تقررها وتخليها امامك وتصور عده مرات لحد ما تكون المسكه هكذا بالنهايه. لاحظ هو بس ما تكون هيك هيك، تقول شوف مو هيك هكذا، هذه المسكة واضح. هذه القاعدة الثانية بتعلم العود. والحقيقة احنا عندنا دروسنا هي تعليمية أكاديمية حقيقية حتى نفيد بها الطلبة، وبالتالي ماكو شيء انه نبالغ به، لان احنا في العراقية المدرسة العراقية من ضمن المدارس الاساسية بالعود، وهي اساسية حتى بالعالم العربي ومعروفة. فتحياتي لكم، واتمنى انه يشاركون في هذا القناة، وايضا اللي يحب يشترك في الدورات اونلاين موجود رقم الواتساب اسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.